سعت هيئة الكهرباء والماء إلى تنفيذ ما تضمنه برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة، حيث قامت بتنفيذ العديد من المبادرات التي تعمل عليها الوزارة بشكل متوازن بحسب توجيهات القيادة الرشيدة. وفي مقابلة خاصة لمركز الأخبار، قال وزير شؤون الكهرباء والماء سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا إن المبادرات تهدف في مجملها إلى المساهمة باستمرار دفع عجلة التنمية الاقتصادية. المزيد في التقرير التالي. 17 مبادرة هي حصة هيئة الكهرباء والماء من برنامج عمل الحكومة الذي انطلق بحزمة من المشاريع والمبادرات للسنوات الأربع المقبلة بمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر. فالهيئة ركزت جهودها منذ انطلاق برنامج عمل الحكومة 2015 على ثلاثة محاور رئيسة: المحور الاقتصادي والبنية التحتية والبيئة، لتثمر هذه الجهود اليوم عن إنجاز العديد من هذه المبادرات. في المحور الاقتصادي والمالي، هيئة الكهرباء تحاول تعمل على زيادة تحصيل المستحقات وزيادة إيرادات الحكومة من التعرفة وتقليل النفقات. وفي المحور الاقتصادي والمالي اللي تكلمت عنه، يعني الهيئة استطاعت أن تقلل الدعم الحكومي مؤخرا. وفي المحور البنية التحتية، تعمل الهيئة على توفير خدمات الكهرباء بصفة مستديمة وبأقل الانقطاعات وبجودة عالية قدر الإمكان. وفي المحور البيئة والمحافظة على الطاقة، تعمل الهيئة وقطاع الكهرباء والماء على ترشيد استخدام الكهرباء، توعية الناس عن ذلك، وكذلك إيجاد بدائل للطاقة الأحفورية اللي هي الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر دائما يتابع جميع مشاريع ومبادرات اللي موجودة في برنامج عمل الحكومة للتأكد من الوزارات والجهات قاعدة تنفذ هذه المشاريع والمبادرات. وفي مقابلة خاصة لمركز الأخبار، تحدث وزير شؤون الكهرباء والماء عن نسبة إنجاز هذه المبادرات في برنامج عمل الحكومة وعن مدى تطور الخدمات وتحسينها. أول مشروع هو مشروع إنشاء شبكة جديدة، هي شبكة ذات الجهد 400 كيلو فولت، وهذه المشروع تم تدشين البدء فيها بحضور ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر في أبريل من سنة 2016. وهذا المشروع يكلف حوالي 740 مليون دولار، ويتم تمويله من الدول الخليجية. عندنا مشروع كبير الآن اللي هو مشروع المرحلة الثانية من محطة الدور، والتي أرسين يعني طرحنا مناقصة الاستشارات للمشروع وحصلنا العطاءات، والآن نحن في طور تقييم هذه العطاءات الاستشارات. المشاريع الأخرى اللي هي تطوير شبكات الكهرباء 11 كيبي، 66 كيبي، 220 كيبي، والآن 400 كيبي، وبناء المحطات الفرعية. وقامت الهيئة بتشييد كثير من هذه المشاريع وتم افتتاحها. كذلك مشروع تطوير شبكة نقل المياه وشبكة نقل المياه والمحطات توزيع ونقل المياه، وهذه كذلك هناك مشاريع كثيرة قامت فيها الهيئة. كذلك هناك مشاريع تطوير شبكات، إنشاء شبكات كهرباء وماء للمدن الجديدة التي تبنيها وزارة الإسكان للطاقة المتجددة. ابتدينا العمل، أرسلنا المناقصة وابتدى العمل فيه الآن، يكون قرب محطة الدور، ويكون الإنتاج 3 ميجاوات من الطاقة الشمسية و2 ميجاوات من طاقة الرياح. عندنا مشروع تحسين أو مبادرة تحسين تحصيل الاستحقاقات الهيئة،
هذه ذكروها عدة مرات في الصحف، والآن يعني من قبل سنتين ثلاثة الهيئة عملت على زيادة تحصيل الإيرادات أو تحصيل المستحقات، وعندنا مشروع كذلك للتأكد أو مبادرة للتقليل من المقطعات الكهربائية. وأعتقد يعني شيء ملحوظ أن الانقطاعات قلت مقارنة مع السنين الماضية. الاستراتيجيات والخطط التي وضعتها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء من أجل تطوير الخدمات المقدمة للمواطن، وبرنامج عمل الحكومة الذي يحمل شعار نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه، جاء ليعزز هذه الجهود.